جرائم ميتافيرس وجه آخر متوقع للعالم الافتراضي الجديد. مصممو الأزياء الأفارقة يدمجون التراث الإفريقي والحداثة في لاغوس. من وحي معرض القاهرة الدولي للكتاب، هل ما زال الشعر ديوان العرب؟ صباح الخير مشاهدي القاهرة الإخبارية، وحلقة جديدة من صباح جديد من عاصمة الخبر. الحياة النهاردة حلقتنا فيها موضوعات كتير متنوعة ومختلفة، وهنتكلم كمان عن مجالات كتير جدا بتهم حضراتكم. لكن قبل أي حاجة لازم أصبح على شيرين وآية. صباح الخير. صباح الخير يا دالي. صباح الخير. يمكن النهاردة يا جماعة موضوعنا عادة يومية بتهمنا كلنا، صحيح مش كل الناس بتبقى حريصة عليها، وهنقول ليه دلوقتي. لكن في النهاية الفطار محدش أبدا يستغنى عنه، من الوجبات الأساسية. يمكن الناس لظروف كتير جدا، منها ظروف الشغل أو مواعيده كمان، وأحيانا العادات الغذائية للناس كمان بتختلف من واحد للتاني، يمكن بيضطروا أنهم يتجاهلوا وجبة الفطار، على الرغم يا شيرين من أنها يمكن بتدي الجسم طاقة طول اليوم، لكن زي ما أنا قلت بسبب الظروف والأسباب مختلفة ومتعددة الناس بتبدأ تتخلى عنها. أحيانا كمان بيكون الوقت ضيق، بنشرب القهوة أو النسكافيه أو الشاي أو أي حاجة بنشربها بسرعة، وننزل نلبس بسرعة ونجري من غير ما نلحق ناكل حاجة الصبح بدري. صحيح، ووجبة الفطار تعتبر من أهم وجبات خلال اليوم، ويمكن أنت قصدك الحياة بقت سريعة جدا. صحيح، والواحد بيخطف شوية وقت لينام الصبح فبياخد من وقت الفطار، ولكن الجسم يمتد طاقته بنحو 12% من احتياجات الطاقة اليومية هو من الفطار، والفطار بيخلينا نحافظ على توازن السكر بالدم بحسب ما قالوا الخبراء. كمان الفروقات العمرية بتفرق، يعني بتحدد محتوى وجبة الإفطار. يعني مثلا الطفل اللي رايح مدرسته الفطار عنده بيفرق، لأنه مرحلة النمو عنده تحتاج لطعام مختلف عن شاب مثلا بيروح على الجامعة، أو موظف بيقضي ساعات طويلة بعمله قاعد على المكتب. وزي ما انت قلتي يا داليا وزي ما انت قلتي شيرين، هو الفطار من البداية الرئيسية والصحية لأي يوم، وزي ما انت قلتي برضو يا داليا انه ممكن ساعات وقتنا بيبقى ضيق قوي منلحقش فعلا نتناول وجبة الإفطار، وفي كتير جدا من الأشخاص بيكونوا بيتناولوا الإفطار بطريقة خاطئة. يعني الطريقة الصحية كمان ان احنا نتناول فيها وجبة الإفطار لابد من وجود فيها الكثير جدا من البروتينات والفيتامينز اللي الجسم بيحتاجها، مش ان احنا نفطر اي حاجه سريعه وخلاص، وخاصه ان في بعض الاشخاص بتبتدي افطارهم بقطعه حلوى او اي نوع من انواع السكريات اللي بتكون زياده في المحتوى الفطار اللي بيتناولوه، وده بيؤدي الى ارتفاع معدل السكر في الدم، واللي بيتراجع بعد فتره قصيره جدا، ويمكن بيحسسنا بفتره قليله قوي بالشبع، ولكن سريعا جدا ما بنحس بالجوع مره تانية، وده وفقا لتقرير نشره موقع فانسن الالماني. كمان يا آية، يمكن من الحاجات المهمة جدا في موضوع الفطار انه ناس كتير الصبح بدري ما بتبقاش عندها فعلا احساس بالجوع، علشان كده بيضطروا انهم يتجاهلوا وجبة الفطار او يتغاضوا عنها بشكل او باخر، او ياكلوا احيانا كمان حاجات مضرة، وهنا الفطار هيبقى مضر مش مفيد. الناس كمان يمكن بتلجأ انها تروح تليفوناتها تشوف ايه اللي بيحصل، بتحسي انه فايته حاجه فبيقوم يجري على التليفون قبل ما يفكر ياكل او قبل نمط الحياه اصلا بقى سريع جدا، يعني بيقع منا حاجات كتير مهمه من كسل نعملها، بس هي يعني مضره جدا. صحيح. يمكن كمان ما يعرفوش ناس كتير انه تجاهل وجبه الفطار بيؤدي لخلل كبير جدا في وظائف الجسم بشكل او باخر. يمكن في دراسه نشرتها مجلة أمريكية عن طب القلب أوضحت الدراسة أن الأشخاص اللي مش بيحرصوا أو اللي بيتجاهلوا وجبة الفطار بترتفع عندهم خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين وارتفاع مستوى الدهون وكمان ضغط الدم والكوليسترول.
الكوليسترول ومستويات الدم السكر في الدم بتكون مرتفعة جدا مقارنة بالأشخاص اللي بيتناولوا وجبة الفطار بشكل يومي. وزي ما قلنا مش المهم بس تناول وجبة الفطار، الأهم من ده إنها تكون فيها العناصر الغذائية للجسم محتاجها. مش هياكل زي ما أنت قلتي سكريات مثلا الصبح، في ناس بتحب جدا تاكل سكريات الصبح، مش عارفة بيعملوا كده إزاي. بالنسبة لي يبقى الموضوع غريب لان انا عكس كده تماما، بس بشوف ناس بتعمل ده. طبعا ده مضر جدا عشان بيفتكروا بتدي طاقه، فلو خدوها هي هتعوضهم مثلا لغايه ساعات كتير. بس ايه اثبتت لنا بالدراسات العكس. وفي اخطاء كمان شائعه بيرتكبها كتير منا اللي بتتعلق بوجبه الفطار الصباحي، مثل الاكل اثناء التنقل. كمان بدنا نرجع لموضوع انه ما فيش وقت، فالناس بتاخد الفطار بايدها كده وهي ونازله بالطريق بتاكل الفطار، فده شخص غلط وبيميلوا لتناول طعام وهم بطريقهم العمل غير مدركين انه هيدا التصرف ممكن يوصل بهم لاستهلاك كميه اكبر من الطعام، وبالتالي بيصبحوا عرضه للاصابه بالسمنه وبامراض القلب مقارنه بالاشخاص اللي بيقعدوا بيركزوا باكلهم خلال الفطور الصباحي زي الافلام التركيه كده، بيقعدوا ساعه مثلا بيفطروا. هو صحيح كمان يعني من العادات اللي موجوده في اوطاننا العربيه زمان انه الناس كانت بتتجمع على الفطار قبل طبعا ما يكون زي ما انت قلت يا شيرين سياق الحياه صعب قوي كده، حتى على الاقل يوم او اتنين في الاسبوع مش لازم كل يوم. لكن دي كانت عاده اساسيه وجبه اساسيه الناس بتتجمع عليها، لانه احيانا باقي اليوم ما بيبقوش قادرين انهم يتواصلوا او يشوفوا بعض. يعني في بعض الاراء برضو عايزه اقول لكم انه بتقول انه لو انت صحيتي الصبح ومش حاسه بالجوع ما يعني كلي حاجه بسيطه او اشربي حاجه بسيطه، مش لازم تتناولي وجبه افطار كامله. لكن هو الفكره انه سواء بنتناول وجبه الافطار بشكل بسيط او بشكل متكامل زي ما انا قلت يكون فيها كميه كبيره جدا من البروتين، وده اهم حاجه، نقلل نسبه شويه النشويات من الخبز اللي بنتناوله او الكرواسون مثلا زي ما انت قلتي، في ناس بتحب تفطر حاجات يعني فيها معدل سكر عالي جدا في فتره الصباح، فنقلل نسبة النشويات اللي بنتناولها، نزود من نسبة البروتين، وكمان يمكن انت عندك العادة دي شوية داليا بتحبي تشربي كافي على الصبح او بتحبي تشربي نسكافيه كتير جدا. بس على فكرة انا مؤخرا يعني ما كنتش كده زمان، لكن مؤخرا بقيت بهتم جدا جدا بوجبة الفطار لانها تقريبا الوجبة الوحيدة اللي انا باكلها معظم اليوم، والغدا بيكون في وقت متأخر شوية او في نهاية اليوم يعني او النهار، فبقيت اهتم جدا بوجبة الفطار على فكرة حتى لو مش جعانة. وتغيير الأنماط الغذائية بالنسبة لي حتى أنا شخصيا يعني كحالة فردية بيفرق كتير جدا في إحساسي بصحتي العامة، وكمان في ثبات الوزن. الناس اللي هي بتهتم إنها أو بتخاف إنها وزنها يزيد من فكرة الفطار صحيح. أو إنهم يأكلوا أكل كتير الصبح، لا على فكرة هو اللي بيحصل العكس. بيقولوا إنه لازم ناكل وجبة فطار غدا عشاء حتى لو مش جعانين، ده بيساعدنا بالدايت، ده بيخفف الوزن عشان هناكل يعني شيء طبيعي انه ناكل كمية اقل. لما تفطري وانت مش جعانة مش هتاكلي لما تكوني زي ما تروحي الغدا وانت جعانة جدا. صحيح، فده مهم. كان في مقولة كده يمكن زمان شهيرة عند العرب اللي هي افطر فطار الملوك. أيوة. يعني اللي هو افطر كويس جدا، لانه الفطار تقريبا هي اهم وجبه في اليوم بتخليكي قادره ان انت بعد كده بتكملي بقى طول اليوم بلياقه ذهنيه وبدنيه. صحيح. هو لازم يكون كمان حريصين بالنسبه للاطفال بالتحديد، يعني أيوة. المرحله العمريه دي بالتحديد بتحتاج يعني تغذيه كويسه جدا عشان صحه الطفل وعشان هو يقدر يكمل يومه المدرسي، فلا بد من ان احنا نحرص أيوة. فعلا على ان الاطفال يتناولوا وجبه افطار متكامله فيها بروتين فيها فواكه فيها البان علشان يقدروا يكملوا يومهم الدراسي. انا صراحه ما كنتش اركز على الفطار خالص، وكنت يعني اعدي المرحله دي كلها، ولكن دايما كنا نستضيف اخصائيين تغذيه كده وينصحوا بالفطار فغيرت العاده دي. برافو. احنا عندنا النهارده يمكن بعيدا عن موضوع الفطار ووجبه الفطار اللي احنا اكيد بناكد عليه، في نهايه فقراتنا النهارده الحقيقه هنسلط الضوء على معرض القاهره الدولي للكتاب. الحقيقه يمكن النهارده تقريبا اخر يوم ايه في المعرض، هنتكلم الحقيقة من خلال طبعا ضيوفنا اللي بنستضيفهم لمؤلفاتهم الموجودة في المعرض. الحقيقة أنه سؤال حلقتنا النهاردة متعلق بالجزئية دي، هل ما زال
الشعر ديوان العرب. هنستنى الإجابات من حضراتكم وهننتظرها على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي علشان تتواصلوا معنا أكتر ونعرف أراءكم في هذه المسألة. ودلوقتي فاصل سريع ونبدأ معاكم فقرات صباح جديد النهارده. عم نتابع بالفترة الأخيرة عدد من التقلبات الجوية ببلدان كتير وسقوط الأمطار والثلوج. خلينا نشوف درجات الحرارة مع داليا. أهلا بحضراتكم ونشرة جوية جديدة في صباح جديد. بداية نشرتنا الجوية من مصر، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية عن تكون منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط والذي يجلب رياحا باردة من شمال أوروبا. وأضافت الأرصاد أن السحب الممطرة تبدأ مساء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتكون متوسطة الشدة، وتستمر الأجواء باردة خلال اليوم ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، كما تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة. توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع ورطب ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. وإلى العراق، حيث يكون الطقس في المنطقة الوسطى غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها خاصة الأقسام الشمالية. أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة. أما في الأردن فبتتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة. ومع ساعات ما بعد الظهر تتساقط الأمطار في شمال ووسط الأردن لتمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية. أما أوروبيا فبنروح لفرنسا، واللي بتشهد تساقط سقوط الأمطار الغزيرة في الصباح في العاصمة باريس، وبيتحول الجو لغائم كليا مع تكون الضباب في المساء. أما في العاصمة الألمانية برلين فبتشهد سقوط للأمطار الخفيفة مع تكون الضباب في الصباح، وبيستمر الضباب للمساء لكن مع سقوط للأمطار والتي تتحول لأمطار ثلجية.
أما إيطاليا فبتشهد العاصمة روما غيوم متفرقة مع تكون الضباب الخفيف في الصباح، وبيستمر الضباب للساعات الأولى من فجر اليوم التالي. هنذهب الآن لشأن آخر، حيث تابعنا خلال الساعات القليلة الماضية أحداث الزلزال الذي ضرب تركيا وكان له توابع كبيرة على تركيا وغيرها من الدول العربية المجاورة كسوريا والأردن ولبنان ومصر. ولكي نعرف الكثير أو المزيد من التطورات بينضم إلينا مراسلنا من تركيا عمر أحمد. عمر أهلا بك، لو تطلعنا على آخر التحديثات بشأن عدد الضحايا والمصابين عمر وكذلك المباني التي هدمت. في الحقيقة داليا هناك الكثير من الأنباء التي تأتي بشكل فرادي من الولايات التي تعرضت لهذا الزلزال في جنوب وجنوب شرق تركيا. حتى الآن الرقم الرسمي المعلن من قبل إدارة الكوارث التركية لم يتغير، 76 جريحا 76 ضحية وقرابة 440 جريح. حتى الآن هناك عشرات المباني تهدمت، تأتي الأنباء من ولايات ديار بكر وأورفا وأضنة وولاية هاتاي كلس غازي عنتاب، كل هذه الولايات وكذلك ملاطيا. ملاطيا أيضا تأثرت بشكل كبير بهذا الزلزال الكبير جدا. حتى الآن هناك 66 هزة ارتدادية حصلت في المنطقة، أكبرها كان ب 6.6 درجات على مقياس ريختر. هذه الهزات الارتدادية وهذا الكم الكبير منها يعتبر بهذه الشدة تعتبر زلازل بحد ذاتها، ولكنها اليوم تأتي كهزات ارتدادية على هذا الزلزال الضخم الذي ضرب ولايات جنوب وجنوب شرق تركيا. تأثرت به الدول العربية، سوريا والأردن، لبنان، إيران، العراق، أيضا كل هذه الدول تأثرت وشعرت بهذا الزلزال. اليوم تركيا في حالة استنفار تام يعني التغلب أو لمحاولة مجابهة تداعيات هذا الزلزال الكبير جدا. كل فرق الإطفاء وكل فرق الإنقاذ والجيش التركي وقوات الدرك كلها هرعت إلى المنطقة، بالإضافة إلى أن هناك تشققات في الطرق وهذا يصعب كذلك عملية الوصول إلى المناطق المنكوبة. أحوال الطقس كذلك كما يعني واضح في يبدو من الجو الذي أنت فيه الآن عمر أن هناك تساقط لثلوج حتى ولو قليلا، لكن إلى أي مدى هذه الأحوال الجوية تصعب من مهمة الإنقاذ وكذلك من مهمة تزويد المناطق المنكوبة من قبل المناطق الأكبر ربما أنقرة إسطنبول؟ هل تذهب المساعدات بشكل أو بآخر من هذه المناطق عمر؟ بكل الأحوال فقط من أجل أحوال الطقس كان الإعلان منذ أمس أنه يجب عدم الخروج من البيوت في معظم أنحاء تركيا بسبب حالة الصقيع الذي تضرب الشوارع والطرقات والخطر الناجم عن هذا الصقيع. واليوم نحن أمام زلزال كبير يحتاج إلى عمليات نقل كثيرة للمساعدات إلى المناطق المنكوبة. بكل تأكيد الوضع والطقس الموجود حاليا في معظم أنحاء تركيا وهذه الثلوج والبرد القارس الصقيع الموجود يؤثر بشكل كبير جدا على طبعا وصول هذه المساعدات. المسؤولين الأتراك يطالبون بشكل مستمر المواطنين الأتراك عدم الخروج من بيوتهم أو يعني في المناطق المنكوبة، أيضا التجمع في الساحات المبينة والتي تم الإعلان عنها بشكل أنها ساحات آمنة أو مناطق آمنة يمكن التجمع فيها، وعدم شغل الطرقات
الشوارع وعدم حتى استخدام عمر الهاتف. أريد أن أسألك نعم عن جزئية ربما هامة في هذا التوقيت، من تهدمت منازلهم هل تم توفير ملاجئ لهم أو مأوى لهم بشكل أو بآخر، خاصة في ظل ظروف جوية قاسية كما نرى في الصورة عمر؟ السلطات التركية وإدارة الكوارث أعلنت أنها تحاول الوصول إلى كل الذين خسروا بيوتهم ويبقون حاليا في الشوارع. وزير الداخلية التركي أعلن أن تركيا أعلنت الإنذار من المستوى الرابع، وهو يعني طلب المساعدة من الدول الأخرى أيضا لتقدم المساعدة إلى تركيا في هذا المجال. طبعا هناك صعوبة كبيرة إن كان في الوصول إلى كافة المناطق المنكوبة، فنحن نتحدث عن حوالي 10 ولايات تركية تأثرت بشكل مباشر بهذا الزلزال، 7 منها حصل فيها يعني تهدم كبير للمنازل والمباني. نحن نتحدث عن عشرات أو حتى يعني ممكن بكل أريحية القول أن مئات المباني تهدمت في هذا الزلزال الكبير، إن كان في مدن ديارباكر وأورفا وملاطيا وغيرها من المدن في جنوب وجنوب شرق تركيا. حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت يعني صيحات الاستغاثة موجودة بشكل كبير جدا، كل من يستطيع التقاط هاتفه يقوم بإرسال موقعه وأماكن تواجده ويطلب العون من كل من يستطيع أن يقدم هذا العون. السلطات التركية تطالب الجميع بعدم حتى استخدام الهاتف المنقول المحمول. إذن إلا في كيف هو الوضع عمر إذا كانوا يستغيثون عن طريق الهواتف أنت تقول، والسلطات تطلب منهم عدم استخدام الهواتف؟ نحن نتحدث عن المواطنين الموجودين في المدن الأخرى، لأن هذا سيؤثر على الشبكة حسب ما يقول المسؤولين، أنه عدم يعني الاتصال بتلك المناطق، حتى يعني معظم المواطنين هنا يتصلون بأقاربهم بأصدقائهم في المناطق المنكوبة للاطمئنان عليهم. فالسلطات التركية تطالب بعدم شغل الشبكة المحمولة بهذا المجال وترك المساحة الكافية طبعا المناطق المنكوبة لاستخدام الهاتف المحمول. بهذا الاتجاه هناك أساسا يعني ضعف ومشاكل في الشبكة المحمولة حاليا تعيشها المناطق، مختلف المناطق التركية، ولذلك يعني معظم مختلف التدابير يتم اتخاذها في هذا الإطار يعني تقصير المسافة قدر الإمكان للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المصابين أو المنكوبين أو الضحايا تحت الأنقاض. نعم عمر، الحديث عن ربما رد فعل أمريكي حول هذا الزلزال الذي أضر ضرر شديد بتركيا وأيضا بسوريا، ما هي أصداء هذه ردود الفعل عمر؟ يعني من الجانب الأمريكي جاءت تصريحات بأن الولايات المتحدة على أتمة الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة إلى تركيا. في هذه الأحوال ورغم الأجواء يعني غير الجيدة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية التي شاهدناها في الأيام الماضية على خلفية إغلاق بعض الدول قنصلياتها في إسطنبول لأسباب أمنية، شهدنا الكثير من التصريحات التركية التي يعني حملت الولايات المتحدة مسؤولية هذه العملية وعملية إغلاق القنصليات، ولكن في وضع مثل هذا حقيقة يعني لا يتحدث أحد حاليا حول الجانب السياسي، والجميع حاليا مهتم بموضوع إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين والأشخاص الذين يعني لا يزالون تحت الأنقاض. فالزلزال الكبير جدا الذي ضرب تركيا
لم يكن يتوقع حقيقة من قبل الخبراء أيضا أن يصيب تلك يعني هذه المنطقة في مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا. كان كيف عمر لم يكن متوقعا وأن ورغم أن تركيا تقع في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم عمر، ربما خلال الثلاث أعوام السابقة فقط وقعت 4 زلازل في تركيا؟ هذا صحيح، الزلزال المتوقع بهذا الحجم كان متوقع في مناطق يعني في اسطنبول ومناطق ازمير حقيقة، ولكن زلزال بهذا الحجم لم يسبق أن تعرضت له مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا. صحيح أن تركيا منطقة زلزالية بشكل عام، ولكن زلازل بهذا الحجم أي فوق 7 درجات على مقياس ريختر هي زلازل يعني منحصرة في مناطق الشمال الغربي بالنسبة لتركيا في أكثر يعني يمكن القول بهذا الشكل، وكذلك بالنسبة للشرق التركي، ولكن مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا يحدث فيها زلازل ولكن بالمعدل الوسطي بين 4 و5 درجات تكون على مقياس ريختر ولا تسبب هذه الكوارث حقيقة، ولكن زلزال اليوم حسب التصريح الرسمي من إدارة الكوارث هو بدرجة 7.4 درجات على مقياس ريختر، أدى إلى هزات ارتدادية يعني بشدة 6.6 أكبرها 6.6 درجات على مقياس ريختر، لذلك الخبراء لم يكونوا يتوقعوا هذا الزلزال في تلك المنطقة زلزال بهذا الحجم، ونحن منذ يعني عدة أشهر نلاحظ حدوث زلازل في المنطقة كذلك، ولكن لا تتعدى درجاتها بين 4 و4.5 درجات على مقياس ريختر ولا تسبب حقيقة يعني انهدام في المنازل أو حدوث ضحايا لهذه الزلازل، لكن زلزال اليوم الذي حدث في الساعة 4:17 صباحا. نعم عمر، هل أعلنت هيئة هل أعلنت إدارة الكوارث في تركيا عن حصر بعدد المحاصرين أو العالقين تحت الأنقاض؟ هل تم تحديد هويتهم بشكل أو بآخر؟ نتحدث عن ربما أكثر من 3 ساعات مرت أو 4 ساعات مرت على هذا الزلزال. لم يتم تحديد، بل لم يتم تحديد أيضا عدد الضحايا أو عدد الأشخاص الذين يقعون حاليا تحت الأنقاض، لأن الأمر حقيقة صعب جدا. لا نتحدث عن منطقة أو ولاية واحدة، نحن نتحدث عن قرابة 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر وحصل فيها هدم للمنازل بشكل مباشر، ونحن نتحدث عن 10 ولايات تركية تأثرت بشكل جيد وبشكل كبير في بهذا الزلزال، لذلك حاليا فرق الإنقاذ يعني لوحدها لا تكفي حتى لمتابعة كافة المناطق التي تعرضت لهذا الزلزال بشكل كبير، و تحاول الحصول على دعم إن كان من دعم الجيش والقوات الدرك وقوات يعني الأطفاء وغيرها من يعني الوحدات التركية، وحتى المواطنين الأتراك يعني بإمكانياتهم الفردية يحاولون إنقاذ يعني أقربائهم، يحاولون مد يد العون أو حتى أو على الأقل التبليغ على مكان وجود الأشخاص الذين يستطيعون ربما هذا يسهل بشكل أو بآخر على التعرف على هويات العالقين تحت الأنقاض. عمر أخيرا، ماذا عن الهلال الأحمر التركي والرسالة التي بعثها أو الإنذار الذي بعثه قبل ربما دقائق قليلة من الآن؟ الهلال الأحمر التركي توجه بطلب لكافة المواطنين في مختلف الولايات التركية بالتبرع بالدماء، قال بأن المخزون الحالي من الدماء يمكن أن يكفي ضمن الإحصائيات الموجودة، ولكن خلال الساعات القادمة قد تواجه تركيا نقصا في الدماء بالنسبة للجرحى، و يعني أصدر طلبا بالتبرع بالدماء لكل من يستطيع فعل ذلك بالتوجه إلى مراكز التبرع على وجه السرعة والتبرع بالدماء، لأن ذلك سوف يكون يعني مهم جدا بالنسبة لإنقاذ أعداد الجرحى الذين يتصاعدون يعني شيئا فشيئا.
ربما أعداد القتلى والمصابين مرشحة للزيادة. عمر أحمد مراسلنا من تركيا، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد سنظل على تواصل دائم طوال اليوم عمر للتعرف على آخر تحديثات ما وقع في الزلزال في تركيا والجديد بشأن الضحايا والمصابين وأيضا العالقين تحت الأنقاض. عمر أحمد شكرا جزيلا لك. والآن سنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. بعدما تابعنا درجات الحرارة بنوصل لختام نشرتنا الجوية، ودلوقتي هنروح مرة تانية لشيرين وآية. شكرا لك يا داليا، والآن أخذكم في جولة للتعرف على آخر أخبار أسواق المال والأعمال في فقرة اقتصادية جديدة. كشف البنك المركزي العراقي عن دراسة مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية. ذكر البنك المركزي في بيان أنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهرياً.
لم تستطع خزينة المغرب جذب المستثمرين لشراء سندات بآجال استحقاق 15 سنوات أصدرتها الأسبوع الماضي رغم اعتمادها أسعار فائدة متغيرة في خطوة جديدة تسعى من خلالها لضمان استمرار تمويلها للمدى الطويل. ونتيجة للتباطؤ الذي أصاب سوق السندات، لجأ بنك المغرب المركزي لاستعمال وسيلة ضخ هيكلية للسيولة تسمى بالسوق المفتوحة، وذلك من خلال شراء السندات في السوق الثانوية لدى البنوك بسقف يصل إلى 25 مليار درهم، وذلك لأول مرة في تاريخه. استقطب سوق دبي المالي سيولة اقتربت من 4.9 مليارات درهم خلال تداولات شهر يناير الماضي، تركزت معظمها في أسهم القطاع المالي والعقاري والصناعي بعد التداول على 2.44 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 116.6 ألاف صفقة. واستحوذ سوق دبي المالي العالمي على ما يقارب 40% من أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الخليج، ليصبح بذلك الأعلى في عام 2022 من حيث أنشطة الاكتتاب العام والإدراك عالميا وإقليميا. في تقرير أرباحها المعلن، قالت متى أن قسم ريالتي لابس موطن تقنيات ومشاريع الواقع الافتراضي للشركة سجل خسائر تشغيلية بلغت 4.28 مليار دولار في الربع الرابع، ليصل إجماليها إلى عام 2022 إلى 13.72 مليار دولار. ويشير ذلك إلى أن حلم مارك زوكربيرج بالميتافيرس يكلف المستثمرين الكثير من المال. أسعار النفط سترتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، وقد يواجه العالم في عام 2024 أزمة إمدادات خطيرة مع استنفاد الطاقة الإنتاجية الفائضة، وفق ما قالته مجموعة جولدمان ساكس. وأشارت المجموعة نفسها إلى أنه في ظل العقوبات التي تسببت في خفض صادرات النفط الروسية، في ظل التوقعات بأن يتعافى الطلب الصيني بعد إنهاء بكين سياسة صفر كوفيد، فإنه من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل من مستوياتها الحالية البالغة نحو 80 دولار. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة إن الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون مهيئا للانتعاش أقوى مما هو عليه وما هو متوقع، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي. وقال فتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة إن هناك بعض المؤشرات الأولية من جانب الصين على أن النمو سيزداد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وسيحقق نحو نصف الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط هذا العام، والتي تبلغ 2 مليون برميل يومياً. نهاية جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى داليا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح لأبرز عناوين الصحف العربية والعالمية. من موقع يورو نيوز، والذي نشر خبرا حول عرض رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص والذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان. وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة سابقة إن الحكومة سوف تتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل
العمل في سن 20 و 21 عاماً، وسيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63 عاماً. وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30,000 شخص، وستتكلف ما يصل إلى 1 مليار يورو سنوياً، ما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل. صحيفة الأهرام المصرية نشرت خبراً عن افتتاح متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان أدوات الزينة في أسرة محمد علي، عن أدوات الزينة والتي استخدمها أفراد أسرة محمد علي على مدار السنوات، والذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر إبريل. المعرض يضم 13 قطعة أثرية من مقتنيات الملك فاروق الأول المخزنة بالمتحف، والتي تعرض لأول مرة، بالإضافة لمقتنيات أخرى من أفراد الأسرة العلوية. في وكالة أسوشيتد بريس تقرير عن أسباب الظهور البطيء لعقار مرض الزهايمر الجديد، إذ قالت الوكالة أن ظهور العلاج بالنسبة لمعظم المرضى لا يزال بعيداً عدة أشهر. ويقول الخبراء إن هناك عاملين رئيسيين وراء الظهور البطيء لأول مرة، وهما التغطية التأمينية الضئيلة ووقت الإعداد الطويل الذي تحتاجه العديد من الأنظمة الصحية، وهو السبب الرئيسي وراء عدم منح هيئة الدواء الأمريكية لتصريح خاص بالعقار حتى الآن. مشاهدينا، وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من صباح جديد على شاشة القاهرة الإخبارية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.